عليكم خوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. المهم خوت كيما راكم تشوفوا تكونوا واحد نتاع ترونسبور بي 3 ترونسبور. المهم كيما راكم تشوفوا كيدي الحويجات للخارج، المهم كاين فرنسا، اسبانيا، بلجيكا. المهم كيما راكم تشوفوا كيدي هكا الباجاج بسميتات زادر، المهم راه كيدي اي حاجه. بالنسبه للكيلو كيدي ب 15 درهم الكيلو. غادي نخرج باش نوريكم فين جاي خوت. بالنسبه لللوكاليزاسيون ديال السيد راه جاي في طريق العونيه، فين درت لكم بعدا ديجا الفيديوهات نتاع اللي جاي حدا جامع ديال ولاد يحيى، جامع الياسر، الطريق ديال العونيه نيشان. غادي تلقاوه متلاصق مع هذا السيد هذا اللي كيبيع البسكليتات ولا موطويات الكتريك. المهم غادي نوريكم البلاكه كما راكم تشوفوا، ها هي البلاكه ديالو. غادي نصور لكم لاكارت فيزيت حتى هي، غادي نخليها لكم هنايا في العاده. الفواياج كل سيمانه عنده فواياج، وبالنسبه للتوقيت يعني ما التوقيت عندكم اش كتحلوا الصباح؟ من 9 ل 6 6 ونص. المهم بالنسبه للمحل كما قلت لكم راه جاي في طريق العونيه، وواحد السيد يعني اللي كونفيونس يعني كتصيفطوا مع حوايجكم كونفيونس يعني ما تمشي لكم حتى شي حاجه. وبالنسبه للتوقيت يعني في ساعه كيوصل، ماشي كما كيديروا شي اجونسات فرين.